هاي، اشتقت لكم كتير يا أحلى متابعين في العالم. شو بتعملي يا منى؟ I'm shopping. أوه أشوف. شو بتشتري يا زعرة؟ Yeah, I'm shopping. شو رح تشتري؟ يلا قولي لنا. Okay, خليني أروح على ساكس. شو بدك تجيبي؟ بدي الجاكيت هديك. بدك تتبضعي للشتاء؟ قرب الشتاء والخريف ورح يصير الجو كتير بارد، فإحنا قررنا من اليوم رح نشتري أواعي الشتاء وملابس الشتاء والخريف من شيئان. طبعا منى كتير بتحب شيئان، وهلأ أنا ومنى رح نعمل شوبينج ورح نستنى الأوردر يوصلنا، وخليكم معنا نوريكم مشتريات الشتاء. هي رن الجرس وهلأ رح نشوف مين إجا. يلا يا منى افتحي. طبعا منى هلا رح نوريكم مشترياتنا للشتاء والخريف، ورح نوريكم قطعة قطعة. طبعا طلبت لمنى، طلبت لعلي، طلبت لإلي، طلبنا كل شيء. رح نوريكم قطعة قطعة وانتوا قولونا رأيكم بالتعليقات. وكمان ما نسيناكم، انتوا كمان فيكم شو يا منى، انتوا كمان فيكم تطلبوا. خلص يا منى تذكروا يعملوا لايك وسبسكرايب. اوكي سوري. ما تنسوا انه احنا كمان راح نعطيكم كود خصم من شيئان. لحظة. اوكي هلا راح نفتح. طبعا منى كثير اكسايتد، كثير. يلا هلا منى بلشت تمزح. ياي يلا 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 يلا. اساعدك يا منى؟ اوكي لا شو؟ كمان شيئان راح لا افتحيه كله بعدين رح نديره كله. اوكي طبعا شيئين رح يعملوا فاشن شو كتير 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 حلو، وبدي ورح احط لكم اللينك 25 سبتمبر واحضروا، كتير رح تنبسطوا، رح تشوفوا كل الكولكشن الجديد. طبعا هذا كله كولكشن جديد الخريف والشتاء شيئين فورال. يلا يا منى 1 2 3. طبعا يا حلوين بدي احكي لكم شيء كتير مهم. شي هذا الفيديو برعاية شي ان، وهاي شي ان عاملين فاشن شو شي ان فور اول فول وينتر فاشن شو، رح يكون رح احط لكم تاريخ العرض في الديسكريبشن واللينك. وطبعا ما تنسوا تحملوا التطبيق. فهلا احنا رح نقيس. شو يا منى؟ شي ان. ياي يلا هلا رح نقيس واحدة واحدة ونوريكم فاشن شو. يلا يا منى قيسي هذا البنطلون مع الجاكيت هذا، بيطلعوا كتير حلوين. اوكي وهي كمان طقم مع بعض. اوكي وهذا شو كان؟ I think انه في اشي ناقص يا منى. اوكي يلا يا منى شو هلا بدك تقيسي؟ يلا اول اشي منى بدها تقيسها. يلا يا منى يلا، واحنا رح نستنى منى تروح تقيس. باي منى. يلا هلا علي رح يقيس هذا عشان يكون ماتشنج مع منى. ياي كثير حلوين يا علي. يلا جربهم وبنستناك انا ومنى. يا واو اشوف منى. طيب وي ويل ويت فور يو. واو علي ومنى كثير حلو. اوكي فهي اول لبسه، شوفوا ما احلاها. هي منى فاشن شو. اوكي رح نعيد لقطة الوينتر فول فاشن شو من شي ان. يلا كتير حلو. يلا يا منى كتير حلو، شفتوا ما احلاهم؟ فهدول اول لبسة رح نشوف. منى لا الكنب. يي نشوف يا منى كمان مرة، فرجي المتابعين بجنن. اشوف يا علي، اشوف يا علي. يلا هلا شو رح نقيس؟ يلا نختار الاوتفيت الثاني. يا منى انتبهي. اوكي منى انا رح اختار هدول. يلا هلا الاوتفيت الثاني. يلا وي ار ويت، رح استناكي. شو نختار لعلي؟ هذا ماتشنج معك مع علي. اوكي يلا علي يلا رح نرجع لكم بس يخلصوا يجربوا. منى فاشن شو. اوكي هلا رح نشوف الاوتفيت الثاني. واو شوفوا ما احلاه بجنن. هاي الاوتفيت تبع علي كتير حلو. علي لبستهم فوق ملابسك.
يا علي علي لابسهم. علي غير اللي تحت عشان يبين الأمنديل كتير حلو. فشوفوا منى كتير حلو هذا الجاكيت. البنطلون شوي كبير عليك يا منى. شوي شو يا منى هدول؟ أحلى إشي عندي. كتير حلو، بس طبعا أكيد بدهم كاوي، لازم نكويهم. فالبنطلون شوي كبير يا خسارة. بس لو إنه جبناه أصغر. يلا مش مشكلة بنراجع، عندهم ترجيح. وينك يا منى؟ منى؟ لابسة كعبي؟ يا زعلة يا منى، اشلحي الكعب، يلا لا توقعي. اوكي شوفوا علي ما احلاه، علي يلا روح هناك، منى كثير لابسة كعب يا زعلة. فشو رأيكم بالأوتفيت تبع علي؟ هاي الثاني. فاشن شو. هلا اشوف. فرجينا يا منى كمان مرة يور اوتفيت. فهي الاوتفيت الثالث. يلا يلا غيروا الاوتفيت الثالث. هدول قاعدين بيلعبوا. يلا هلا نشوف الاوتفيت الرابع. واو منى بجنن. وهي علي كثير حلوين. منى What is this? A plan recipe. فيلا انا قاعدة بستنى منى وعلي يخلصوا اخر اوتفيت وبعدين رح اوريكم انا شو جبت لإلي. فيلا يا منى فاشن شو. اوكي رح نستناهم هلا ليرجعوا. يلا فاشن شو. يلا منى لسه منى. اشوف يا علي كثير حلوين يا علي. واو اوكي. وبعد ما وريتكم الاغراض اللي جبتها لعلي ومنى اجى وقت اوريكم انا شو طلبت لإلي للوينتر. فهلا رح اوريكم انا شو طلبت. خلينا نفتح مع بعض اول وحده. طبعا فيكم تستعملوا كود خصم افنان، رح احط لكم اياه بالديسكريبشن لتقدروا تستفيدوا في عرض 15%. خليني اوقف التصوير وافتحه. اوكي فشوفوا ما احلاها، جبتها للوينتر. سنة إلي. منى رجعيها. اوكي منى بدها تاخذها لإلها. هيوج سبيك فور مي. اوكي فهاي جبتها للوينتر. انا بدي بحب هذا اللون. اوكي بعطيك اياها البسيها بس تكون كبيره عليك. اوكي فاخترت المقاس سمول. فيكم طبعا انتم تشوفوا، راح احط لكم لينك في الديسكريبشن. كتير حلوة. اوكي طبعا هلا مجعلك شوي، فهي كمان طلبته كتير حلو للوينتر. وهلا طبعا هو اكيد بده كوي احلى لما نكويه، بس طلبت هاي التنورة بيجي معها هاي الجاكيت. طبعا انتم بتطلبوهم بحط لكم اللينك بالديسكريبشن. ومنى كتير عجبها بتقول لي ماما ليش ما طلبتي لي مثلهم. فأنا بس هاي الأشياء اللي طلبتها لإلي، رح أرجع كمان مرة أعمل شوبينج من شي إن وأختار أشياء تانية. وإذا أنتوا حابين أوريكم شو كمان طلبت اكتبوا لي بالكومنت. فهيك المشترياتنا من شي إن، وهي الفيديو كان اليوم، يا رب تكونوا حبيتوه. وما تنسوا تحضروا الفاشن شو شي إن، رح أحط لكم كل اللينكات بالديسكريبشن وكود الخصم أفنان لخصم 15% على جميع منتجات شي إن. رح أحط لكم اللينك في جميع دول العالم. شو يا منى؟ وهيك كان فيديو اليوم، يا رب تكونوا حبيتوه. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وتشيروا الفيديو للناس اللي بحبوا شيء انه بدهم يشتريوا. ما تنسوا تعملوا لايك. باي.